التنظيم ديال واحد المؤتمر دولي اللي سميناه سمارت بيزنس اند تكنولوجي. هذا المؤتمر هو واحد رافعه بالنسبه للطلبه اللي مقبلين على الدكتوراه ديالهم. يعني غادي نشوفوا غادي يكونوا يعني ندوات، غيكونوا ورشات، وغادي يكونوا لجان اللي غادي يشوفوا معاهم لي زارتيكل ديالهم. لي زارتيكل ديالهم بيان سور اترافير سكوربوس اللي هي المنظمه الدوليه اللي كيفاليد هاد لي زارتيكل. دونك بالنسبه لنا هي اول دوره، الحمد لله دوره لله. يعني لقيت واحد اعجاب كبير، واحد النجاح. الحضور كان الحمد لله حضور وطني ودولي، اللي كانوا فيه الحمد لله ناس اللي كيمثلوا جامعات المغربيه كجامعه عبد الخميس وجامعه الطوفيل، جامعه عبد الملك السعدي كذلك، وجامعات دوليه كجامعه شيربوك كندا، جامعه كولون في المانيا، وجامعات اخرى دوليه. الحمد لله الحمد لله اليوم النهار الاول. النهار الثاني غادي يكونوا فيه اللجان، غادي يكونوا فيه الورشات، ونهار الثالث ان شاء الله غادي يكون توزيع ديال الشواهد على الاساتذه اللي غيكونوا حاضرين، وعلى كذلك الطلبه اللي غادي ان شاء الله غادي يتمكنوا انهم يجتازوا يعني بامتياز اللجنه ديال التقييم بالنسبه للاطروحات ديالهم. بالنسبة لشراكة الإسماجي مع جامعة التزكية الإندونيسية، هي شراكة كتجلى في واحد 3 و 4 ديال المحاور. المحور الأول وهو تبادل الخبرات ما بين الجامعة ديالهم وما بين المؤسسة ديالهم، لا في التكنولوجي يعني أو في أمور أخرى، منها حتى الأبناك التشاركية والأبناك الإسلامية. المجال الثاني وهو غنشاركوا يعني الطلبه، غادي يجيو طلبه من عندهم، وغادي يعني نبعثوا طلبه من عندهم. غادي يكون كذلك واحد ليشانج ما بين الاساتذه، اللي غادي يكون ان شاء الله كل سنه تحط واحد البرنامج دون مانيغ ان غادي يبعثوا لنا هما باساتذه، وغادي نبعثوا بحالهم باساتذه اللي غادي يحضروا تما كمؤطرين يعني كأساتذة. غادي ياخذوا دي موديول اللي غادي يقريوهم، ونفس الشيء الأساتذة ديالهم غادي يجيو عندنا يديروا نفس الشيء، هما غادي يقريو دي موديول الطلبة ديالهم. المسألة الثالثة وهي أن هما بالنسبة لهم المغرب واحد الوجهة اللي هي يعني بريفيليجي للبلد الإسلامي، وكيفضلوا البلدان الإسلامية على البلدان الأخرى كأوروبا وغيرها. الحمد لله بالنسبة لهم يعني شراكة اللي هي مهمة بزاف، وغادي نتفاعل ابتداء من هاد السنة، وإن شاء الله نتمنى نكون عندها بسم الله.